طيب زي ما كانت نورة بتقول كده، موهبة يعني غنائية جديدة كده في عالم الغنى، وصوتك حلو، وانت خلاص يعني درست تقريبا، خلصت دراستك في معهد الموسيقى العربية. من امتى وانت بتغني، ومن امتى عرفت ان انت بتحب الغنى ومسيرتك بقى من وانت صغير؟ اوكي، هو انا كنت صغير كده في مدرسه كانت بتهتم بالموسيقى والنشاطات بشكل عمومي يعني. كان في ميس اسمها ميس داليا، الله يمسيها بالخير بقى لو اتفرج علينا، كانت بتسمع كده في الكورال مين بيغني مين بيعمل مين مش عارف ايه، فقالت لي تعالى انت شكلك بتقول حلو يعني. اغنيه في اغنيه في اغنيه حبيت الموضوع، و منها بقى يعني اكتشفت ان انا بأدي يعني غنى يعني. اوكي، ومن امتى قررت ان انت هتاخد الموضوع بشكل احترافي وهتدرس موسيقى عربية؟ لانه ده مش يعني مش دراستك الاولى، صح؟ بالظبط. من اول ما وقفت على الستيج، سقفة الناس دي، وان انت تحسي ان كل الناس بتسقف لك على حاجة انت عاملاها حلو، من هنا بتقرري لا انا عايز ابقى كده، انا عايز بدل ما صفين بيسقفوا لك، لا انت عايزه 5، انت عايزه 10، انت عايزه جمهور كامل يجي لك يقطع لك تيكت عشان يجي يتفرج عليك. يعني نقدر نقول بقى لك كام سنه؟ لا زمان قوي، من زمان اصل الموضوع حفلات مدرسه، بعد كده حفلات لا نادي، بعد الحفلات كده اللي بنقول بشكل احترافي يعني البدايه بقى وبدايه دراستك. ممكن نقول اعدادي، ممكن نقول اعدادي. من اعدادي وانت بدات إعدادي تركز في الغناء قوي. بالظبط. انت مش بس بتغني، انت كمان بتمثل وبتحب الاخراج، انت بتشتغل في الحاجات دي مزبوط. او بتنمي مواهبك في المنطقه دي؟ ما هو انا خريج اعلام يعني، زميل ليكو لو تسمحوا لي. ايوه وكان مشروع تخرجي فيلم قصير. اوكي. كان كله بيقول لي طب ما تعمل فيديو كليب وهتبقى ناجح جدا، ما انت كده كده بتعمل فيديو كليبات على الـ على الـ على, الـ على السوشيال ميديا وهتجيب. قلت لهم لا، انا عايز ابين ان انا مش بس بغني، لا انا كمان بمثل، حتى الدور كله ملوش علاقه ان هو مغني، هو شخصيه، وفي اخر الفيلم خالص اغنيه في الـ في الـ في الباك جراوند، كاني مش انا اللي بغني حتى. فحبيت ان انا اثبت في الفيلم ان انا لا مش بيغني بس يا جماعه، لا ده بيمثل بس كمان. انت كمان ناوي انه انت تمثل لو جات لك فرصه ان انت تمثل، وكمان اكيد ناوي ان انت تخرج يعني. بس نوع الاخراج ايه يعني، افلام قصيره ولا مسلسلات دراما؟ أفلام. ممكن افلام، مش قصير، مش فكره قصيره او طويله، الدراما في حد ذاتها، مش دراما تلفزيونيه، لا قصدي كدراما أفلام. سينما بالظبط. حلو جدا.